مزيان مزيان مزيان، كلشي منظم، كلشي نقي، كلشي ما كاين ما يتقال. قبل كان شويه الفوضى، اما دابا كنلقى الفوضى وكنلقى الناس بزاف بحال كينقزوا عليك. انا هو المنظم هنا ديال هاد الطاكسيات ديال مطار محمد الخميس، تيطلعوا بربعه بربعه حتى يعمروا واحد، تنعيطوا على الاخرين يطلعوا باش يكون داكشي نظام. وغاديين مع الحمد لله، غاديين بهاد الطريقه مزيانه الحمد لله، يا ربي نشكرو. لا الحمد لله تنحسوا دابا مرتاحين، زمان كانت الفوضى، دابا الحمد لله واقفين على شغلنا تنظموه بنظام وغاديين بخير وعلى خير. ايوا الناس اللي ما منظمينش راه كل واحد راه تيأثروهم الناس المعنيين بالامر النقابيين ديال هذه المحطه، تيأثروهم وتيقولوا لهم تنظموا وهاك ديروا وهاد ديروا وهاد ديروا. التنظيم ديال الحالي احسن من التنظيم اللي كان في الاول، لان في الاول كنا كنعيشوا واحد المشاكل اللي هي ما بين جوج ديبارات، ديبار ديال النواصر وديبار ديال الدار البيضاء. فلهذا جينا هنا باش نشكروا السيد العامل ديال عماره اقليم النواصر على هذه المجهودات اللي قام بها وهذا التسريع ديال هذا المشروع هذا ديال دفتر التحملات. وحنا اليوم حنا في مطار محمد الخامس كنخدموا بواحد الاريحيه اللي هي كبيره بزاف، ولينا كناخذوا الدور ديالنا بالتناوب، ويعني ما كاينش صراعات ما بين الطاكسي والطاكسي، ما بقات حتى شي حاجه، ما بقات لا صراعات لا مشادات لا حتى شي حاجه كما السابق. المشاكل كانت كبيره هنا في محطه مطار محمد الخميس، وكانت واحد الفوضى عارمه بكثره الخطافه وكثره، كان واحد الاشكال ديال جوج ديبار ديال الدار البيضاء وديبار ديال جماعه النواصر. فبالتالي من بعد الشكايات ومن بعد تقريبا واحد 250 تقريبا 300 محضر ديال في النيابه العامه للضرب والجرح بخصوص هذا الموضوع هذا، فالحمد لله ارتأت عماله اقليم النواصر مشكوره باش دارت واحد المشروع ديال كي شارج اللي كيخدع فيه المواصفات، كيخدع المواصفات ديال اللي بغى يشتغل في مطار محمد الخميس، يكون عنده مواصفات وبعد استشاره مع المهنيين بطبيعه الحال بالاخد والرد. وتقريبا احنا شي اكثر من سنه وحنا كنتداولوا على المشروع ديال دفتر التحملات. بالنسبه لخصوص التطبيقات، حنا كنلاحظوا على ان كاين واحد الاحتقان كبير في ربوع المملكه وخاصه مدينه الدار البيضاء ومدينه الرباط بخصوص هاد التطبيقات هادو. يعني ما بقاوش ماشي نقولوا كيديو لنا رزقنا، كيديو كل شيء، كل شيء كيدي، وكيدير تليفون، كيدير لابليكاسيون. لما كتهضر معاه في مساله القانون، السياره اللي كتهز هذاك الزبون هي اللي غير مرخصه، فمن حق اي واحد يدير لابليكاسيون، ولكن السياره اللي كيهز بها هي اللي غير مرخصه. فبالتالي خاصنا نوجهوا رساله للمسؤولين على قائد السريه هنا ولا المجموعه السريه في مطار محمد الخامس، على ان هذا الملف هذا ما كيشتغلوش عليه، وبغينا يتعاونوا معنا باش يشتغلوا معنا على التطبيقات، انه ما يدورش التطبيقات، وحنا عارفين التطبيقات هنا اش كدير. عندك ستاسيون افريقيا، عندك المحطه التيرمينال 1 تيرمينال 2، كلشي حاطين حل لابليكاسيون ديالهم، كيديونا تقريبا واحد 70 حتى 80% ديال الخدمه ديالنا ديال سياره الاجره. فاي واحد بغى يصلح مطار محمد الخميس، فنحن كمهنيين إذن مفتوحة نقطعوا مع الماضي، نحاولوا أن نعطيوا صورة إيجابية لأن كاين سيارة الأجرة في المستوى، وبغينا تكون محطة مطار محمد الخميس محطة نموذجية على ربوع المملكة، يأخذوا منا كل شيء ما هو إيجابي وتعمم على المملكة المغربية.